طولة على العمياني جيبنا بتصير ملياني واللبناني معتر بيديرها عالطلياني. الله يا سامي. انت سامي معروف اوقات انك انت بتقلد المذيعات والمراسلين والمراسلات على التلفزيونات. نعم. وبسرعه فظيعه، انت بتقدر تقلد كذا شخصيه ورا بعضهم، صح؟ صح. فينا نشوف لنا شيء هيك، شيء بتقدر تعمله؟ لك ايه، اكثر شيء انا كنت عم بقلده لانه هيدي شغله الناس عاشتها ليل ونهار. صح. بعدك في من سنتين ونص وقت بلشت الثوره واجا الكورونا. صح. وين قعدنا؟ بالبيت، مجبورين نقعد بالبيت. مزبوط. قاعدين بهالبيت، بس في عنا، في جايب معي اكسسوار انا تبع الفور ويندوز تبعكم. بالتلفزيون، ما انتم بتقصوا التلفزيون. يلا فوتوا لنا اياه بليز يا حو موجود. انتم بتقصوها اربعه. هلا رح نجيب لك يا حو، ما انت جايبها معك، ما ايه يلا ها ليك هيدي معموله خصيصا مشان يلا يلا بقى هيدي وقت اللي كنا قاعدين طول الوقت بالبيت. ايه؟ عم نتفرج، يحطوا لنا هون مثلا ساحة الشهداء، هون يكتبوا لنا جل الديب، هون يكتبوا صيدا، هون طرابلس، ويصيروا الناس يقعدوا يحكوا. هيدا اللي هون جل الديب يكون عم يحكي مثلا نعم الان انا في جل الديب لقد اقفل بالكامل المسلك الشرقي، بيصير شيء هون خبيط لبيط بساحة الشهداء. ايه؟ بيزبلوا له هيدا ببلشوا نعم في ساحة الشهداء خراطيم المياه، هذا بفكر حاله عم يسمعوه. بعدين بيقولوا لهم بيقولوا لهم كل واحد، كل رجل سياسي بيجي بيقطع على التلفزيون بيحكي، بس اوقات وقت يجيبوا لنا واحد امريكاني تيحكي بصير يترجموا، بس يا ريت هن عم يترجموا بيوطوا شوي صوت اللي عم يحكي، بيكون عم يقول مثلا I think that Lebanon يقول ان لبنان came train for around Lebanon وانا اقول ايضا ران ونشين رود وهي كما يا خي وطوا وحده من الاثنين تنسمع واحدة منهم، مش معقولة. بعدين إذا انتبهتوا أكثر شيء البنات اللي بيكونوا واقفين عبي كلهم اسمهم بالري، رنيم، ريندلا، رواند، كلهم رن 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 رمي والآخرين بيكونوا واقفين، بيجي واحد بيوقف وراهم دائما اسمه عصام، قالوا لي ما بعرف شو، بيجي بيوقف هيك بصير يضحك موضوع، بتلاقوه بساحة الشهداء بتلاقوه زيت النار، بجل الديب واقف هون، بصيدا بتلاقوه بالنبطية، بتلاقوه بطرابلس يا عمي، كيف بيعمل تنطنط من وحده لوحده؟ بعدين شوفوا كل واحد عنده ستيل شكل، في عندك مثلا ناس عندنا شوية وقت؟ ايه لقولوا اوكي تسمحوا لنا؟ اكيد بعد دقيقة دقيقة. طيب في عندكم ناس كثير رايقين مثلا، في ناس كثير بيبقوا يلا عبيدوا، عندكم مثلا ادمو ساسين، هيدا ساحر، كيف انا حطيت عيني بكبر عينه هو هيك تيقشع اذا جاي حجار عن بعيد، بعدين هيدي الصغيرة للقريب بيبقى ماشي ما بيحب المشاكل، عم بيقول نحن الان في ساحه الشهداء، تجي وحده من هون لبنان ما بيعمل ابدا، بيهرب معنا ما بده اياها، بيقرب واحد ثاني ما بقول له الدوله ما بدك، بده بيهرب منه، طالما الان درغام بيحب ينطنط، انا هلا بجلد الديب على المسلك الغربي، سكر المسلك لا بعده فاتح، رح جرب شوف على الغربي اذا كان فاتح، هذا الشرقي لا هذا الغربي، رح ارجع اروح لهونيك، انت شو جاي هلا بجا يا عمي روق يا زلمه روق الى اخره، يعني في كثير فظيع ثاني. اكثر شيء انا بضحكوني اثنين، في واحد بيبلع اخر كلمه من كل اخر جمله بياكل اخر كلمه، ما بنعرف شو عم بيقول بعد معنا 10 ثواني 10 ثواني بيقول مثلا لقد التقى اليوم الرئيس بري مع الرئيس ميقاتي وقرر ان يكون هناك غدا. ثانك يو سامي.